مشاهدينا أهلا بكم. تقديرا لدورها الريادي في العمل الإنساني ومساهمتها المادية في إنشاء مركز دراسات الثقافة الإسلامية التابع للجامعة الصينية في هونغ كونغ في مايو عام 2015، مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا بفخر واعتزاز قرارا يعد الأول من نوعه في تاريخ التعليم الجامعي في الجزيرة، والذي أقره مركز دراسات الثقافة الإسلامية التابع للجامعة الصينية في هونغ كونغ. القرار يقضي بإدراج دولة الكويت كمادة دراسية في الفصل الدراسي الحالي باعتبارها نموذجا للدولة العربية الإسلامية. كما عقدت قنصلية دولة الكويت محاضرة بالجامعة الصينية لاستعراض العمل الإنساني العالمي لدولة الكويت، والذي تكلل بتكريم الأمم المتحدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ومنح سموه لقب قائد للعمل الإنساني، إضافة إلى التطرق لمراحل تطور دولة الكويت تاريخيا وحضاريا. المحاضرة لاقت استحسان الحضور لتترك انطباعا إيجابيا لدى الطلبة حول هذه المادة.